معانا أيضاً سيادة النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني. أهلاً 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 أهلاً. أهلاً بيك سيادة النائب، وحشني جداً. وحشني قد الدنيا. وتحياتي للسادة المشاهدين. يا رب يخليك يا هبي. يا هبي، وأنت مقرراً عن لجنة الأحزاب السياسية، وأظن يمكن أكثر ما يدور من جدل، ومش هسميها شد وجذب، ولكن مناقشات حماية الوطيس، هي النظام الانتخابي. وكنت بتكلم حتى مع أميرة صابر على مسألة الأشكال الثلاثة المقترحة، وإنه هيتم رفع الثلاث مقترحات الخاصة بالنظام الانتخابي لفخامة الرئيس، ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب. لكن هل هناك أيضا ما كان حوله الكثير من الجدل وحماوة النقاش؟ الحقيقة حماوة النقاش دي تسري الحوار الوطني، لكن قبل ما اتكلم في النقطة دي حابب اني اكد على اني يجب توجيه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعي للحوار الوطني، واللي كل يوم بيأكد انه بيفي بوعوده. يمكن كل السادة المشاهدين تابعوا كلمات السيد الرئيس على هامش مؤتمر الشباب برج العرب، لما اتكلم على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وقال ان ما يدخل في اختصاصاته الدستورية هينفذه فورا. صحيح. واللي هيدخل في اختصاص السلطة التشريعية هيحيله المجلس النواب ليقوم بدوره. عشان كده كان واجب توجيه الشكر للسيد الرئيس استجابته السريعة لمخرجات الحوار الوطني. اما عن المناقشات الحامية فدي مناقشات طبيعية هتبقى حامية، لأن كل حزب سياسي، كل قوة سياسية، حتى الأكاديميين والمتخصصين بيحكمهم في آرائهم أيديولوجيات بنوا عليها أفكارهم السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، مرورا بالحركة الليبرالية أو التيار القومي. وبالتالي طبيعي كل واحد بيدافع عن وجهة نظره، لكن مجلس أمناء الحوار الوطني قرر رفع المقترحات الثلاث بالنسبة للنظام الانتخابي، ومعهم كمان المقترحات التي وردت بزيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. بعيدا عن هذه الأمور، سيادتك عارف أن أنا وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وبالتالي بيحكم رأيي الشخصي هو انضباط النظام الانتخابي. صح. مع الضوابط الدستورية التي وردت في دستور 2014 المعدل في إبريل 2019. ويمكن عشان كده أنا من الناس اللي كانوا بيميلوا أو بيؤيدوا الإبقاء على النظام القائم، أو زيادة القائمة المغلقة المطلقة اللي بتساعد على التعددية الحزبية والسياسية، وكمان بتمكن الشباب والمصريين بالخارج و المرأة والعمال والفلاحين والأقباط وذوي الإعاقة من الوجود داخل البرلمان وفقا لأحكام الدستور، وبتبتعد بالبرلمان عن شبهات عدم الدستورية اللي تعرض لها برلمان 87 و90 و2012. لكن مجلس أمناء الحوار حريص على أن يطرح على السيد الرئيس وعلى مؤسسات الدولة كافة الآراء المطروحة، وعشان كده تم رفع ثلاث مقترحات يخص النظام الانتخابي. طيب، بخصوص النظام الانتخابي يا أبي، يمكن احنا في منهم مقترح متعلق بجزء يذهب الى يعني عن طريق القائمة المطلقة المغلقة، وجزء اخر على القائمة النسبية، وجزء ثالث على الفردي. هل بالضبط تشوف ان ايهما انسب؟ يعني قلت لي رأيك في انه انا عايز القائمة المطلقة كما كنا، هل ترى أن هذا الاقتراح اللي أنا كنت بقوله دلوقتي، وهو اللي متضمن من ضمن التوصيات المرفوعة لفخامة الرئيس، من الممكن أن يرضي سوادا أكبر من الطيف السياسي؟ الجمهورية الجديدة بتتسع لكافة القوى الوطنية والسياسية، ولازم يشاركوا فيها، وبالتالي رفع مجلس الأمناء لكافة المقترحات بما فيها المقترح اللي سيادتك ذكرته مؤخرا هيكون محل دراسة. ويمكن كلمات السيد الرئيس كانت دقيقة جدا، إحالة مخرجات الحوار الوطني لكافة سلطات الدولة لدراستها ودراسة كيفية تنفيذها أو ما يمكن تنفيذه منها،
ومن ضمن هذه المقترحات الأنظمة الانتخابية المختلفة. المهم تحقيق المتطلبات الدستورية اللي بتضمن وصول الفئات التي تم تمييزها إيجابيا، والابتعاد عن شبهات عدم الدستورية في النظام الانتخابي. وطبعا مش هنقدر نلغي النظام الفردي على عدد من المقاعد، لأن الناخب المصري اتعود أن يكون ليه تواصل مباشر مع النواب، والنظام الفردي هو اللي بيبقى أقرب. يمكن دول العالم معظمها العاتية في الديمقراطية بتعتمد النظام الفردي، لكن الناخب هناك بيعتمد على البرامج والأفكار والأيديولوجيات بتاعت الأحزاب اللي بينتمي ليها المرشح. إحنا بيبقى عندنا بعض الإشكاليات التي تتعلق بالعصبية والقبلية ورؤوس المال وما إلى ذلك، لكن مع كل هذه الأمور لكن بيتم الإبقاء على دايما النظام الفردي كجزء من العملية الانتخابية والنظام الانتخابي. عشان كده النظام المختلط هو الأنسب سياسيا لطبيعتنا كمصريين. يعني طب سيادة النائب، يمكن التجربة البرلمانية الحالية اللي احنا بنمر بيها قامت على انتخابات كان فيها قائمة أراها ناجحة لأنه كانت بتضم كل ألوان الطف السياسي المصري على نفس ذات القائمة، من يمين لوسط ليسار، وساعدت في أنه الكل يصل إلى مقاعد أو يصل إلى قبة البرلمان المصري، سواء إذا كان شيوخ أو نواب. لماذا يرى البعض أنه لا داعي للاستمرار في هذه القائمة، وعلينا أن احنا نذهب أكتر إلى القائمة النسبية، واللي هي مش بالضرورة توصل بسبب العتبة الانتخابية مثلا، يعني مش بالضرورة توصل لقبة البرلمان، يعني القائمة المطلقة كان فيها ضمانات حقيقية، النسبية مش هتدي نفس الضمانة؟ من الأسباب اللي بتخليني يعني بأكد على كلام سيادتك إن القائمة المغلقة المطلقة مش بس وصلت ست فئات التي تم تمييزها إيجابيا بنصوص الدستور، لكن كمان ساعدت على وصول 13 حزبا سياسيا داخل، ومنهم أحزاب معارضة. ومنهم أحزاب معارضة بالضبط كده، مش كده وبس، القائمة المغلقة المطلقة بتساعد على إجراء التحالفات الانتخابية. أيوة. اللي بتمكن من وجود التعددية الحزبية والسياسية داخل البرلمان. صح، مش كده وبس، بتساعد على وصول عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالاتهم عن طريق القائمة المغلقة المطلقة، لن يتمكنوا عن طريق القائمة النسبية. البعض وجه نقد القائمة المغلقة المطلقة وبيقول ان دي بتفوز ب50% زائد واحد، وبالتالي بيهدر 49% من الأصوات. هذا غير حقيقي من وجهة نظري ومن وجهة نظر الكثيرين، لاني من الوارد ان القائمة المغلقة المطلقة تفوز ب70% و80% او 90%، مفيش اي اشكالية خالص. لكن مش كده بس، ده الدول العاتية في الديمقراطية، انا لسه ذاكر من اقل من دقيقة ان بتعتمد النظام الفردي. النظام الفردي هو بيعتمد الفوز فيه على النظام الاغلبي اللي هو 50% زائد واحد. ما نقدرش نقول ان هذه الدول فرنسا ومجلس العموم في بريطانيا والكونجرس الامريكي بيهدر 49% من الأصوات، هذا غير حقيقي. لكن كمان في صعوبات في حسابات الوزن النسبي للمقعد في القائمة النسبية على مستوى الجمهورية. هيختلف عن الوزن النسبي للمقعد في محافظة القاهرة، هيختلف عن الوزن النسبي من المقعد في المحافظات الحدودية والمناطق النائية. وأنا طبقا المادة 102 من الدستور يجب أن أمثل يعني السكان والناخبين تمثيلا عادلا للسكان والمحافظات، وبالتالي مش بس المادة 11 تمثيل المرأة 25%، لا، لازم أمثل المحافظات الحدودية والمناطق النائية، وأراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات طبقا المادة 102، وباقي الفئات اللي أنا ذكرتها من شوية في المادة 243 و244. عشان كده بنميل وبنؤيد نظام القائمة المغلقة المطلقة بحد أدنى 50%. مش كده وبس، في عندي كمان شباب أدى أداء رائع داخل البرلمان الحالي رغم تنوعهم السياسي داخل. صح. شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. مزبوط. إزاي أضمن وصول هذه الكفاءات اللي اكتسبت خبرة داخل البرلمان القادم عن طريق القائمة النسبية اللي غالبا هيأتي على رأسها رؤساء احزاب او امناء بطبيعه الاحوال تنظيم
وبالتالي عدد من العناصر الشبابية هيتراجع ترتيبه في القائمة النسبية، اللي هيبقى فيه منافسة بين الأحزاب وفي صعوبة في عمل تحالفات انتخابية، وده يبعدني كمان عن تحقيق أحد نصوص الدستور الهامة وهي التعددية الحزبية والسياسية اللي نص عليها في المادة الخامسة، تحققت داخل البرلمان القائم سواء في مجلسي الشيوخ والنواب، ويبقى في صعوبة في تحقيقها عن طريق القائمة النسبية، لأن كل حزب هيبقى بيدور على تمثيله هو، وبالتالي هيبقى من الصعب إجراء تحالفات من خلال القائمة النسبية. غير كده وكده المعامل الحسابي للقائمة النسبية ومين اللي هيروح من القائمة من الحتة الفلانية أو الحتة العلانية، خاصة مع مراعاة قواعد التمييز الإيجابي لبعض فئات المجتمع، هتدخلنا في حاجة بالبلدي كده مش هعرف أقول عنها باللغة العربية، لكن أقدر أقول حزبة بيرما هيهدر فيها العديد والعديد من الأصوات، يمكن أكتر من الأصوات أو من النقد الذي وجه للقائمة المغلقة المطلقة. في نهاية الأمر النظام الانتخابي يجب أن ينضبط مع القواعد وأحكام الدستور، ويمكن عشان كده بيان مجلس الأمناء اللي يقراه بعناية شديدة يلاقي النظام الانتخابي وفقا للضوابط الدستورية. الدستورية صحيح. مجلس أمناء الحوار الوطني القائمين على الحوار الوطني بيؤكدوا في كل لحظة احترام أحكام الدستور، وأن يكون مؤسسات الدولة بمنأى عن أي شبهات تتعرض للقوانين التي أتت بها عن طريق الانتخاب لشبهات عدم الدستورية، عشان ما نتكررش التجارب السابقة سنة 87 و90 و2012 لما كان في جزء من النظام الانتخابي يعتمد على القائمة النسبية وقضية بعدم دستورية الانتخابات، وبالتالي تم حل هذه البرلمانات الثلاث. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 سيادة النائب إيهاب الطماوي مقر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري.